في محافل العطاء والإنسانية دائما موجودة حبيبتنا وصديقتنا، وهي اليوم مكرمة أيضا. أم سعيد هلا والله، وحشتينا. هلا حبيبتي والله، انت اللي وحشتيني. مبروك تكريم من الحين. والله انا دوم الاستاذ الدكتور طارق دوم يكرمني بصراحه، وما مشاركتي وياه من هالحين من يمكن 8 سنوات، وطبعا من يوم المراه الاماراتيه في مركز طارق للتوحد. طبعا اليوم عندي دعوه وتكريم، وعندي كلمه لازم اقول على التطوع. ام سعيد متطوع لله ثم الوطن. كم بتعني لك المشاركات هذه الجميله؟ والله تعنيني شيء، يعني شو اقول، 100% بالصدق. يعني لو ما تعنيني ميت من حتى يا أول واحدة بطلع من الطريق الحين. عطوش لقب اليوم؟ هي عطوني لقب أم المتطوعين وسفرة التطوع. تستاهلين. الله يسلمك. من هلأ إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، أنت كذا إن شاء الله خير، وأنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنا تابعش في الإنستغرام شيء ما أقدر أتكلم يعني. حبيبتي. لا تعرفيش والله حبيبتي. شكرا يا مسعيد.